السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، حياكم الله. طبعا اليوم معنا خبر محزن للأسف، وهو وفاة الطبيب التركي صالح جناب، يبلغ من العمر 58 عاما. توفي هذا الطبيب بسبب فيروس كورونا. طبعا الخبر جاء كالتالي، أنه أثناء محادثته لزوجته قبل وفاة هذا الطبيب، ذكر لها أمور مهمة، وهي لا تقتلي نفسك بهذا الفيروس، وارتدي القناع دائما، ولا تخرجي من المنزل، ابقوا في بيوتكم. أنا غاضب من الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة بالشكل الصحيح. طبعا قال الدكتور أن هذا الفيروس خطير، الفيروس ما مات لساته، يعني أغلب العالم بعد ما انفك الحظر وصارت الحياة ترجع إلى أمورها الطبيعية، أنا الآن فكرت إنه الفيروس خلاص يا شباب، الفيروس لساته موجود والفيروس لسه ما انتهى. يعني ننبهكم أنتم، لازم الحفاظ على الكمامة وارتدائها بالشكل الصحيح. اثنين، الحفاظ على المسافة الاجتماعية. ثلاثة، ابقوا في بيوتكم، ولا مثل العالم تروح على الزيارات وتروح يعني على بعضها من دون إجراء أي تدابير صحية. هسه العالم أكثر عالم راح تنتقد هذا الفيديو أو شيء، بس ما بيعيش له، بس نحن قاعد نحاول للتوعية وللتذكير. يعني أنت وقت راح تنصاب بهذا الفيروس، يمكن راح تعدي أهلك وراح تعدي أشخاص أنت تحبهم، ممكن أنت مثلا تشافه ما يسبب شيء، بس راح تضر أشخاص أنت تحبهم أو أشخاص غيرك بهذا الفيروس. يعني إحنا بس نترجاكم يا شباب إنه حافظوا على المسافة الاجتماعية والكمامة وتخفيف الزيارات والذهاب إلى الأسواق يعني بشكل قليل، يعني لا تحاولون تختلطون، مشانكم أنتو، مشانكم أنتو، مشان أهلكم وأحبائكم، مشان ما يصابون بهذا الفيروس. والله الفيروس مثل ما ذكر الطبيب أن الفيروس خطير، والفيروس لسه يعني ما التقى له علاج، يعني لو لم يلتقي له علاج فالواحد يقول تمام ما في أي إشكال، بس الواحد دائما يقول الحمد لله على كل حال، والأعمار هي بيد الله. طبعا بس الواحد لازم ياخذ دائما بالأسباب والتدابير الصحية. هذا كان الفيديو اليوم علينا، بس حبينا ننبهكم أنه ارتدوا الكمامة يا شباب بالشكل الصحيح، ومثل ما قلنا لكم خففوا الزيارات، حافظوا على المسافة الاجتماعية، ولا تظلوا مثلا تروحون على الأسواق بشكل كثير. هذا الفيديو اليوم اللي قدمنا لكم إياه، وأتمنى إنه يعني تتقيدون بهاي التعاليم، وخصوصا الجالية العربية، يعني إنه خلاص هسه إنه أغلب العالم قاعد نشوف بالأسواق ونشوف هاي، ولا كأن بي فيروس كورونا لسه الفيروس ما انتهى، وبإذن الله راح يلاقوا علاج، بس يلاقوا علاج إن شاء الله، الله يصرف عنا هذا البلاء والوباء، وإن شاء الله نتخلص من هذا المرض، عشان العالم ترجع إلى حياتها الطبيعية من دون أي إشكال. هي فترة وتعدي إن شاء الله، بس انتبهوا على حالكم أنتو لأجل سلامتكم وسلامة أفراد عائلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.